تخنتي؟ اه كتير، بس عملت نفسي مش عارفه. بجد؟ انت من الستات اللي بتعمل نفسها مش عارفه؟ آه. بس بطلنا يعني بعد شويه كده بطلنا، بس مش بنفس السبب. ما بحبش اتطلق بسبب الخيانة. ما بتحبيش تواجهي راجل انه خاين؟ لا. ليه؟ عشان انا اقوى منك. اقوى من انك تكسري عينه وتصغريه؟ لاني لو عايزه اطفشها هعرف. بس انا ببقى ساعتها هو اللي اتكسر، مش عايزه، فمش عايزه العلاقه خلاص. اعمل مجهود فيها ليه يعني؟ انك تقولي سبب انك ماشيه، انك تقولي انت خنتني فانا ماشيه. لا انا عارفه اخلي الراجل هو اللي يبقى ماشي مش انا كمان. اه وانا وافق على المشاريع. لا يعني وليه تكسري نفسك حتى قدام يعني قدام راجل؟ ليه تكسري نفسك وتبيني نفسك ضعيفه قوي كده وتخنتي وبتاع ليه؟ مش مستاهل. شفتي خيانتك بعينك قبل كده؟ اه مره. اوف. كان رد فعلك ايه؟ كنت في تانية جامعة، فكنت صغيرة قوي، فقالوا لي روحي. رحت هبلة يعني. وشفتي؟ شفت. عملتي ايه؟ كسرت المكان على دماغه. عملت ايه؟ دغدغت المكان كده صغيرة بجد. شغل عيال يعني. هنصغر نصغر للآخر. اه كسرت الدنيا على دماغه وخلاص مشيت. طب انتي دينا ايه القناع اللي بتلبسه لو عايزه تخبي شعور معين او عايزه تبين حاجه معينه؟ ايه القناع اللي بتحتمي بيه عاده اكتر حاجه؟ نفسي انا. بتلبسي شخصيتك الحقيقيه؟ شخصيتي الحقيقيه بتهرب. مش محتاجه البس اقناع. بتحمي نفسي. انا حقيقيه. متضايقه منك هيبان عليا. مبسوطه معاكي هيبان عليا. زهقانة هيبان اني زهقانة. عايزة اتكلم. طب متخانة ما بيبانش انك متخانة. اصدق انا الكلمتين دول ازاي؟ ايوة ما انا مش عايزة اقول. لو مش عايزة اقول ماشي. طيب بس في الحالات ما بيبانش عليا. لا بيبان عليا اني قلب على الدنيا كلها، بس ما بيبانش ايه سبب قلبتي يعني. ببقى قلبة بس مش باين ايه سبب قلبتي. ما بحكيش، ما بحبش احكي. طب ما انت كده اهو بتخبي شعور او حاجه عرفتيها بقناع الغضب، بقلبه الوش، بالوش الخشن. اه كده بداري. اه اوكي. ما هو ده قناع اهو. طيب لا ما هو قناع الحقيقي اللي هيبان لو قلت او ما قلتش هيبقى ده. بس انا ما بقولش. يعني لو انت اتخنتي ورحتي واجهتي هتبقي غضبانه ولا هتبقي لطيفه؟ هبقى بارده. بارده؟ طب برافو عليكي. لا انا لو ولا اقول اساسا انا ما لا انا اقول عادي. بجد؟ طبعا. هتكسبي ايه؟ باي باي. لا انا باي باي من غير ما تخين. ما انا يعني اللي زي ما تتخنش ابدا. ما تحسسيه بقى هو خسر ايه. لا هيعرف بعدين. هيعرف بعدين. كلهم عرفوا. مش عرفتوا؟ مش عرفتوا انتوا التسعة؟ مش عرفتوا كلكم؟ انتي مرة هزرتي على الموضوع ده وقلتي انا كنت تقريبا بنافس تحية كاريوكا في الزيجات. ايوه هي 13. مش عارفة اوصل لها. مش عارفة تحققي الرقم. عايزة تحققي الريكورد ده؟ وليه لا؟ يعني طول ما احنا عايشين ممكن مشاعرنا تتحرك، ممكن عقلنا يفكر. يعني انا ما بشوفش ان ده غلط بالعكس. طول ما انت لسه شايفه نفسك قادره انك تخشي علاقات او تعملي علاقه ليه لا؟ صحيح. ليه لا؟ سهل. لما بتكوني حزينه ومش عايزه تبيني للي حواليكي، عايزه تخبي حزنك، بتلبسي قناع ايه؟ السكوت. مش الضحك؟ مالك؟ لا ولا حاجه. زهقانه. لا ما بعرفش اضحك وانا متضايقه. ما اعرفش اعمل كده. في ناس بتعرف. انا ما اعرفش يعني. انا اسكت يعني ابقى سايلنت. لا انا بضحك ولا انا بعيط يعني. كده. لكن اضحك وانا متضايقه لا مجنونه بقى. صعبه. ما تقدريش. ما تقدريش.